السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده بقى طالعين لكم بالحلل. ها بالحل بالحلل، طالعين بالحلل. النهارده بقى الفيديو بالحل والورك جدا 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 جدا. ها يعني عايزين الفيديو ده يطلع ترند بعد اذنكم. ظبطونا بقى لايكات واشتراكات وكده، وفعلوا الجرس بقى، وارفعوا بقى الفيديو دوت بقى. ده فيديو حلل، وحلل ايه؟ محشي وسخن مولع وجميل. وطلعت لكم الحلل الجديده، ما عملتهاش قبل كده. الحلل الجديده، شايفين؟ انا بالنسبه لي ماليش دعوه بالكلام الفارغ ده، شايفين؟ عمال كل واحد فخده فخده رومي. قد الفخده الضاني على فكره. بص انا عايزه اقول اليوميات دودي حبيبه قلبي، بتعلق لي في كل التعليق في كل حاجه، واي حد بيخش يغلط ولا حاجه هي بتخش ترد عليه. بس كان في فيديو الكشري بتاعنا فاطمه، دخلت واحده قلت الادب كده لسانها طويل، دخلت غلطت. انا ما بحبش اتكلم، بقيتش اتكلم يعني في السلبيات خالص، بس انا حابه اعتذر ليوميات دودي علشان ما تزعلش مني. انا غلطت، فهي زعلانه ان انا ما دخلتش مسحت الكومنت. بس انا مكتب الله انا بنزل الفيديو، مصدق ان انا ارد على التعليقات وخلاص كده بقى الحمد لله. فاي تعليق تاني بيجي لي ما بشوفهوش، غير لما اخويا مثلا او اختي يقول لي خد شوفي ده، حد يشوفه يقول لنا يعني، يقول لي خد شوفي ده وكده. فلما ما شفتوش بقى، غير لما واحده كتبت لي على الواتس قالت لي في واحده شتمه وكده وخشي امسحي ومش عارفه ايه، فدخلت دورت فلقيت الكومنت ده ولقيتك اللي انت زعلانه. فما تزعليش ماشي، معلش لو كانت المقدمه طويله شويه. في حاجه بقى بالنسبه للمقدمه، في قناه اسمها قناة الدكتور سلامة عمر. القناة ديت بتحكي عن ايه؟ عن قصص حلوة جدا. يعني دكتور كويس جدا، بيحكي قصص عاوز انا على فكرة تابعتها، شفتها اليومين دول فحلوة، فبقيت اجيبها للاولاد. جيبوها لاولادكم، بتحكي عن قصص يعني قيم تربوية كده، يعني الطفل يتعلم ازاي، معلومة بيدي معلومات فيها، بيجي في قصة، بيجي في قصة والله العظيم. انا اسمعه برضه، الاطفال بتحبها وبتجذبها. يعني ايه؟ ولد مثلا شقي شويه بتاع، يقعد جنبها وبيركز قوي ويرجع للشقاوه تاني، بس تابعوها هتعجبه. قناه اسمها قناه الدكتور سلامه عمر، بتحكي كل خلفياتها عن القصص، عن القيم التربويه اللي انت بتربي الطفل ازاي او بتكبره ازاي عن طريق قصه. فالقصص والكلام دوت هو اللي بيشبط في دماغ العيل والطفل وكده، فتابعوها هتعجبكم. بصوا عليها ولقيتها عجبتكم خلوا اطفالكم تتابعها. هو الدكتور كويس جدا وخلاص جدا جدا. هو بره بقى عن الموضوع ده، هو راجل اخلاقي جدا جدا، لان بنكلمه بقالنا فتره، فمن طريقته ومن اسلوبه ومن القصص اللي احنا سمعتها ليه، الراجل عنده معلومات كويسه هتستفادوا منه. دكتور يعني برضو مش وهي يعني خشوا تابعوا القناه، مش هنحرق لكم كتير، خشوا تابعوها هتعجبكم. بس يا ريت والله اتمنى منكم ان انتوا تخشوا تتابعوه، والله العظيم هيعجبكم جدا، والقصص هتعجبكم جدا جدا، وبيحكيها باسلوب حلو، بطريقه حلوه، وبلهجه حلوه، الاولاد يعني حتى الاولاد هيستفادوا منها قوي. فهسيبها لكم برده في اولكم اللينك بتاع الفيديو، وعامل فيديو منزله قال لي هسيبه لك اللينك، فسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت مع تعليق ايه بقى، مع اللينك بقى بتاع الفيديو اللي احمد عمله فيا المقلب. عارفين انتوا المقلب اللي احمد عمله فيا، مقلب الفاشل ده، امبارح عمل فيا مقلب ونزلناه وما جابش احسن من تاني، وجايب لي تعليقات حلوه وكومنتات كلها جميله. فشكلكم كده هتخليه يعمل فيا مقالب كتير. انا بركه ورزق واسع. بصوا بقى خلاص، معلش المقدمه طويله قوي، هنقص نصها. بصوا بقى، احنا جايبين لكم بالحلل كده، وقلنا نطلع بقى نفضي معاكم. فحكايه التفضيه دي مقلقاني قوي، لان الحلل دي اسمها ايه، ستلس. هو ستلس تقيل وحلو وكل حاجه، بس ممكن يكون لازق. احنا هنعمل ايه وهناخد بعد ما نكبر؟ فانا هعدله لازق، اجيب معلقه واطلع، انا ماليش جهه. يعني لو لزق يعني ماشي، انا معرفش والله هو لازق ولا لا، جبته من البوتاجاز عليكم على طول، فمعرفش اذا كان لازق ولا لا. لو لازق بقى سامحوني، انا اول مره اطبخ فيهم يعني. ماشي يلا ادلق بقى قدامك حلك. لا انت اللي هتدلقيه. لا انا مش هدلق، انا مش هدلق. انا خايفه ادلق بتاعي اصلا. بصوا بقى، اتميته بسلطات وبابا غنومه كده على بعض. بصوا لزق. لزق ازاي ده؟ ده انا عندي الشحنه اللي فيها ميه. ادلق ادلق ادلق، ايه احسن حاجه فيها الميه؟ انا جايبه معلقه احتياطي برده. انا ولا لزق ولا حاجه. ايه ده ايه ده؟ انت حاطط لي ده كله؟ يا مفتريه. هات بقى، هات الحل ابن بتاع احمد ما لزقش. طب والله العظيم جامد بتاع احمد، طلع اهو. هات الغطا، حط الغطا، اعدل بقى المحشي كده وظبط الصينيه.
بص بقى حليتي المحشي سخن الطبقين. مش جايبين معلقه ولا حاجه؟ ده انا لا هقوم اشيل عشان وجع ايدي قوي. انا اصلا ايدي وجعاني يا حبيبي. فضي كده اهو. ما تجيبي شوكولاته بتاع سخن لسه، هنبهدل نفسنا ليه بقى؟ ما تفضي يا احمد كده في ايه؟ ما بيعرفش يتصرف، ما يعرفش يعمل اي حاجه في حكايه المطبخ. سيبيه بس، هاتي لي بس شوكولاته ولا حاجه. هي بتاعتي ايه؟ محمره من تحت، محمره من تحت، بس بتبقى محمره بقى في الباذنجان بتبقى جميله. يعني ما تقلقوش. احنا ناكل النهارده يا جماعه ان شاء الله. انا هطلع اهو، بطلع اهو يا احمد. في ايه؟ ايه اللي هناكل يعني؟ الساعه مش عارفه في ايه. يا عارفه بعض قدام الاكل كده هتخسر. بصوا والله انا بطلع كل اللي في ال عايز معلقه؟ لا انا مش هاكل محشي، انا هاكل الورك. تاكل الورك؟ مش هتاكل محشي؟ انا هقوم بقى اشيل الحلل ديت وارجع لكم تاني. هات لي منديل. بعد ما شلت الحلل انا بعد لكم الحته دي تاني، لان الحته اللي فاتت كان كل واحد صباعين وكسيف اصلا ما كانش مشغل التليفون. سيف انا ندوست احنا ما بصيناش، ما خدناش بالنا من اللي هو شغال بيصور ولا لا. هو خدنا صباعين بس بصراحه. اه والله كان ايه اهو، صينيه بتاعت اهي وصينيه احمد اهي. كان يعني ايه صباعين اتنين وكنا لسه يعني خدنا بالنا الحمد لله. بس محمود حاجه، دي ايدينا اليمين يا جماعه، والله دي ايدينا اليمين. اللي هيخش عندنا جديد دي ايدينا اليمين. او يحسبنا شوله وخلاص. طعمه جميل. تحفه. انا في الحته اللي فاتتك والله قلت لها تسلم ايدك زي العسل. وانا قلت له برضه. لا 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 ضحكت عليا. ما لقيتهاش بهمه كده. بص ثانيه. محشي يا لهوي على الخطير. طب جميل. انا كنت هعمل اكل تاني خالص. اتكسر كده ولا غواصيلي كده زي الفل؟ اتكسر يا بابا، انت هتكسبني خلاص؟ تكسب فين؟ والله نفسي بقالي كام يوم اعمله، بس مني ما عنديش مطبخ مش عارفه. فاتشجعت النهارده وعملت. الحته دي مش تبعنا. هاتها خد يا حبيبي. ديت الزلمات. احب انا الزلمات. النهارده جبنا طبق. ماشي. انا احب بقى الحاجات اللي هي دي. اللي هو ايه؟ تقطع كده. بص اللحمه بتاعته. نبيلة نشا الرومي بسرعه. هما اخواتي بيجوا في العيد، انا قلت والله بدل ما يجوا اعمل لحمه هما بيبقوا زقان من اللحمه. اعمل واحد عرق مش قادره. المروحه واطيه قوي. واطيه والمحشي سخن. مش قادره اقول لكم على جمال المحشي. الله اكبر الله اكبر. مش هقدر اقول لكم على قرن الفلفل اللي اكلته. فين هو ده؟ خلل. انا بحشي الفلفل في المحشي. فين الدبوس الحلو ده؟ لا كده مش هينفع. عرقنا بالظبط. عايز اشغل لكم المروحه عشان ما تعملش صوت. ده شغال احنا نتسلق. عامل صوت جامد قوي. المحشي كمان ايه؟ سخن. مولع. وفي سنة حرقان. حاجة شأن أيمن صحيح. قولوا نعيمة. واحد بينهج وهو بياكل. بالسخنية. علم الروح وخلاص.
كده بنعمل ساونا يا جماعه. اه والله لازم من عليه المروحه. يا سلام على الدبوس وعلى لحمه. ما بعرفش اتعلم منها خالص، هي بتنقي الحاجه السهله عشان تكسب. الدبوس سهل في الاكل بس انا احب الحته دي بصراحه. بس كده كده غالبا هتكسب. ادعوا لي اكسب، ادعوا لي. ما اكلتش محشي؟ اكلت والله. اتمنى تجيب هيك، اتمنى تجيب الشقة. اعذروني اعذروني. الواحد لسه ما كانش فلفل ولا كوسه. بقى اول حاجه عامله حله بجد. حله حله. انا مالي كنت كلت الورك وهي كانت المحشي وكنا طلعنا متعادلين. تنجرت الدبوس. لسه فيها. المشكلة بقى من المحشي، محشي الباذنجان ده بيركم بصراحة. بصوا يا جماعة دي حتة على بعضيها في قلب البتاع. بصوا اللحمة عاملة ازاي. عجباني أوي اللحمة دي اللي هي منها ولا حمرا ولا بيضا. انا بحلق مش بيضة قوي ومديها سنة حمار، فطعمها ما بين الاتنين، ما بين البط ما بين الفراخ، فانا بحب كده صراحة. سامع القرقوشة حتى العظم مش سالم منك. انا ممكن انسحب بدري قوي النهارده، تصدقين؟ انسحب يا اخوي. اه انت عمال تهزم مش قادر. انا هنسحب بره بصيح. مش قادر. مش قادر ايه؟ احنا سكننا. مع اني تجعان قوي والله. بس فعلا اكلت بتاع 5 صباع محشي من اللي هو البتنجان دوت. خلي واحد على الاخر. بس احنا كنا شويه لما الكاميرا ما كانتش شغاله. الله يسامحك. وحش بقى قوي. سيف والنبي شغل. احنا اللي غلطانين، اتكلنا على واحد. ما بصيتش والله. وان الرينج لايت ضرب في وشنا فانا مش شايف العداد شغال ولا لا. احنا اتبطرنا على المخرج ياسين فسيف بيعلمنا بقى. انا فيصت بدري بدري والله. انا فيصت بس ايه الرومي جميل بس بعد الاكل ده بقى في 2 لتر سفن جايبينه على اشربهم. كوبايه شاي بليمون. كوبايه شاي بليمون تحرق الدهون وانا على ادخل. محدش يقول لي اشرب شاي بليمون عشان ما بحبش الليمون خالص. قادر يعني اكسب انا؟ مش قادره والترابيزه كمان سد على بطني مش قادره. مفيش مجال. مش قادره اقعد بيها حاجه. انا خرجت شويه. احب امص في العظم بس عشان امص في العظم اقعد قدامكم ساعتين. زي حلفه ما تسيب حاجه للقطط. احنا ما عندناش قطط. تمام. القرقشه بتاعت الدبوس ناشفه قوي.
محمود عجباني. القروشة اتمضغت بس اتبلعتش. لا كده نطول عليكم. وهي مش عاوزة تنساب، عاوزة تكسب وخلاص. بذمتك انت قادرة؟ ده عسل اسمه ده عليها دي، ده عاملة زي العسل بنسمة. انت قادرة؟ مالكش دعوة بقادرة، انت هتاكل ولا لأ؟ بص بص هتاكل يلا. لا يا ست عايزة اقول لكم حبة محشي بس. يا سلام بقى شوية محشي كروم، ما تاكلوش البتنجان غير في الآخر. انما تاكلوا البتنجان بقى خمس ست صوابع خلاص انا كده تمام. انسحبت يعني؟ انا كده تمام تعبت. طب ليش ما تطولش على الناس، انسحبت ولا هتكمل؟ لا مش قادر. خلاص يعني انسحبت؟ لا مش قادر. طيب هو كده احمد انسحب. الحمد لله، ده اللي حابه تغنيني. دي من دي يصير بدا، مع انه والله العظيم سلمى تعبانه قوي وياسين، وعايزه اروح اكشف عليهم مش الوقت اتاخر. مش رايحه اعمل عقوب، مش رايحه اشوف كده عقاب خفيف كده نضحكوا فيه علشان سلمى ولا الحق اروح اوديها للدكتور. تعالوا تعجبني الفيديو بيبقى فيه روح لما بنعمل ضحك وهزار وكده. المحشي كتبنا صراحة. والبيبس كمان ما حطيتش بيبس، عملته ما تحطيش بيبس، ما تحطيش بيبس، ما حطيتلكوش بيبس. بس انا بتكلم فيه وبتكلم في الاكل. لا والله لا مش في الاكل بس. بص الحتة دي مش عارف باين عندكم ولا لا، ناعمة كده، ناعمة وقوية كلها حنية. والقطنة ما بتكذبش. بس انا هعمل عقوبة. لا بتوع عشان ما تقولش الحقوق. يلا يا حبايب قلبي انتظرونا. لا مش قادر بجد. أنا بكده. خلاص؟ انسحب؟ بص أنا ما بدلتش أنا الحبة صغننة. حتة تيجي تاني. سامحيني عشان خاطر سلمى. وإذا استمسكني. ولا أحمد يقول لك اعملي حاجة. عايزة أنام. ولا أنا مش هبقى شايفاك أصلا. أنا عايزة أنام. غمض عيني كده وانا بس وريح جسمي. احمد انما ربنا بيديها الصحه والعافيه في العقوبه. يعني هي تعبانه ومش لا طب انا منعت العقوبه عشان خاطر سلمى وحاجه تانية كمان علشان مش قادره والله تعبانه. يلا يا رب ما كنتش رخمنا عليكم. وما تنسوش قناه الدكتور سلامة عمر. بص عليها تعجبكم، عجبتكم خلوا الاولاد يتابعوا فيها معلومه وانتوا كمان هتشدوا ليه؟ وقيم لو الاولاد يعني لقطوا منها حاجه اتنين تلاته. تليفون فصل، كان حد بيرن على الواتس. عايز انقل الخط بس الواتس هيفضل هنا برضه. يبقى ليك حوار الواتس ده. ماشي. طبعا انا خسرت. والحاجه ورقه كسبت. يعني انا يوم ما اكسب يا جماعه اسامحه؟ كل شويه ما اكسب اسامحه؟ طب انا مش هينفع كده، كل حاجة بتحصل على فكرة مش مسامحاني كده اللي هي ما شاء الله. لا مش عاوزة تعبانة. سلمى تعبانة والله. ده عشان سلمى تعبانة وهي مش قادرة تتحرك. الأكل هبط ما مش قادرة تروح ولا تيجي. لا بص سلمى يا عيني عند والنبي ادعوا لها بالشفاء. وعمالة تصرخ. عندها رشح بطريقة رهيبة وعطس وكل ويا دوب نلحق نروح نوديها للدكتورة قبل ما الدكاترة تبقى بخ. أنا هسيب بقى أحمد مع نفسه كده ياخد سلمى ويروح يكشف عليها ويجيب لها العلاج ويجي. وانا بقى اشتغل هنا بقى لسه شيل اكل واعمل حاجه. انا جايه لكم الهم معايا ليه؟ انا عايزه حد يجي يقعد معايا يساعدني. يلا يا حبيب قلبي معلش الفيديو دوت لو كان فيها يعني ما استمتعتوش بيه بس استمتعت بس لعبه في التراب. شو معنى يعني؟ مش عارف. بالاسود يعني بحب اللون الاسود قوي. انا لوني المفضل اللون الاسود ده لوني المفضل والرصاصي يعني شغاله في الازرق. والازرق انا احب الازرق بقى. طب يلا انا اوريك. خلاص لعمرك ما شفته بجد. عايز اعمل فيه عقاب، مش عايزه اقول كده من غير عقاب بس عشان خاطر سلمى. الساعه 9 عشان نلحق.
يلا ماشي يا يلا رب يا تكون حبيب انا كسبت. قلبي، خشوا شوفوا المقلب بقى اللي عملوا فيا، المقلب الفاكس ده اللي ما فيهوش اي حاجه، المقلب الرخم دوت. واي حد طالما انا عامله هيخش، رخم، طالما انا عامله رخم واي حد هيسيبكم برضو في اول تعليق مع سبت مثبت مع اللينك بتاع الدكتور سلامة عمر، مع اللينك مع والى اللقاء يا اصدقاء. والى اللقاء. انا عايزه حد، مش حد يجي يقعد معايا. يلا عايزه عايزه اشتكي لكم كده، اطلع اللي جوه في بطني. خلاص يا حاجة، يلا هو عايز يقوم يجري، عايز يقوم يجري. يلا يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش في الاشتراك واللايك، وشوفوا المقلب اللي انا عملته فيها، عمال تقول المقلب مش عارف ايه وكده، وفي الاخر زعلت واديتها هدية كمان. بس والله جايب لايكات حلوة برضه. يلا السلام عليكم، سلام، إلى اللقاء يا أصدقاء. يلا مع السلامة.